السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في سلسله حل كتاب الوافي مع دكتور يحيى قباني. احنا زي ما انتم عارفين النهارده ان شاء الله هنبدا في الجزء المهم، هنبدا حل سيريس وبرل. زي ما انت عارف احنا النهارده بتنزل لك الحصه هنا الاول حل كتاب الوافي مثلا على درس الكونكشن في ريزستور، وبكره ان شاء الله هتبقى نازله على عند دكتور يحيى في القناه عنده مكسات الكتب، بقيه الكتب الخارجيه بقى اللي احنا عليها المعاصر زي ما انت بتابع معانا. تبدا هنا الاول يا دكتور وبعد كده يجي لحضرتك. مظبوط. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا المفروض نبقى الطالب يخلي باله منها علشان يبدا يستفاد من حصه بتاع السيريس والبارل بالذات؟ احنا هنتدرج في الافكار، هنبدا الاول بالافكار الرئيسيه، ازاي احل سيريس وبارل، ازاي اوزع الامبير، ازاي اقسم البولت، وبعد كده ان شاء الله هنبدا اسبوع باسبوع نعدي المستوى، لان الدرس مش اسهل حاجه ومش هيقدر يتكرر من اول مره، واحده واحده اهم حاجه يمشي معانا ان شاء الله. وزي ما احنا عارفين انك لازم تحل بيه. يلا بينا. شباب معايا ده مع بعضينا سؤال اول. يلا بينا يا دكتور. قولي اول سؤال بيقول معانا تو ريزيستورز R1 وR2 وR1 ايكوال دبل R2، يعني R1 هو الكبير تمام، ار كونكتد ان سيريس وذا باتري، وقال لي ان البوتنشال ديفرنس عند R1 از V. طيب يبقى احنا عندنا اهو ايوه متوصلين بالصح. مظبوط. ده اسمه R1 ده اسمه R2 صح كده؟ مظبوط. طيب ممكن دكتور نسهل الدنيا، ده اسمه V صح؟ ايوه. طيب ما احنا ممكن بدل ما نكتب ار ونكتب ايه تاني؟ نكتب من ناحيه ان طالما هو جايب لي علاقه ما بينهم اخلي واحد مثلا بقيمه والتاني ضعفها، واحد باكس واثنين واحد تاني باتنين اكس. بس مين بقى اللي باكس ومين باتنين اكس؟ ما هو الار 1 هو اللي باتنين، يعني الار 1 هو اللي بيه. بالظبط كده. انا هفترض ان كل مثلا قيمتهم ار يبقى كل واحد قيمته 2 ار. جميل قوي. يبقى مثلا دوت اقول عليه ده 2 ار مثلا. ايوه. وده اسمه ار. مظبوط كده. طيب لو طالب مش بيحب الرموز ممكن يضرب اي ارقام عادي؟ بالظبط كده، بس اهم حاجه يحقق العلاقه دي. يعني مثلا لو حطيت هنا 5 ايوه حطيت هنا كام؟ 10 بس ونكمل عادي. طب انا لو حطيت 2 حطيت هنا 4 هيطلع نفس الناتج؟ هيطلع نفس الناتج بجد طالما هي ريشيو. بالظبط كده. هو بيقول لي ان البوتنشال ديفرنس هنا في يبقى عند R2 كام؟ يعني هو كده مدي لك ريشيو الريزستنس وعايز ريشيو الفولت وهم سيريس مع بعض. يعني هو عايز الفولت ايوه بالظبط كده. هما طالما سيريس مع بعض يبقى ايه ثابت؟ الاي. الاي ثابت. الاي دلوقتي كونستنت او سيم. حلو قوي. فطالما الاي ثابت في السيريس كونكشن فكان نقدر نعمل علاقه سهله جدا بين الفي والار. ازاي؟ ما هو الفي بيساوي اي في ار صح كده؟ والاي ماله؟ والاي ثابت عليهم كلهم. الفي والار دايركت ريليشن مع بعض في السيريس كونكشن بس. حلو. يعني هما سيريس مع بعض. فلو دي 2 ار لو دي ار 1 اللي هي 2 ار مع في يبقى دي ار واحده بس معاها كام؟ نص. النص بتاعها. وانتهى الموضوع على كده. طب طالب يقول لي معلش جبتها ازاي النص بقى؟ ما هي الريشيو الاثنين ار كلهم مع بعضهم معاهم في. صح. يبقى الواحد ار هيبقى معاه كام؟ بكل سهوله ده في على ده. كان برضو في طريقه ثانيه ممكن الطالب يقسم الفي على الار يجيب الاي ويجيب هنا يضرب اي في ار برضو دي مش مشكله، بس طالما احنا في سيريس كونكشن بالظبط ده ثابت. الطالب دلوقتي يعني احنا مش شايفين المكان كويس بالظبط. بالظبط كده. فالعلاقه الدايركت ريليشن يبقى الناحيه الثانيه هيبقى معانا كام؟ هيبقى معانا 0.5 في اللي هي الاجابه بي. يلا بينا اللي بعده. سؤال رقم 2 بيقول ان احنا كونكتنج الريزستورز في البارلل، ده مشابه لايه يا مستر يوسف؟ ان احنا نوصل الريزستورز بارلل ده مشابه لايه؟ توصيل اولا بيت عندنا نوصل البارلل عادي طبعا، بس يعني ايه حط حاجه بارلل لحاجه؟ يعني شايف شكل في ايدي اهو ايوه وكف في ثاني اهو صح؟ أيوة. لما حطيتهم كده مع بعض في سيريس ايه اللي حصل؟ بقوا جنب بعض. لما جنب بعض في حاجه زادت؟ ولا اي حاجه. في طبعا في حاجه زادت. الطول ده كله زاد. بالظبط كده. كده الطول هو بس السيكنس ده زاد. بالظبط. مساحه. بالظبط كده. فهنا بيقول لي هل ده مشابه لزياده الطول ولا نقصان التوتال فولتج ولا نقصان الثيكنس ولا زياده الثيكنس هيكون ده؟ هو المفروض كده هو فهم لما عملنا كده. بالظبط كده. يبقى على طول كده احنا زودنا الثيكنس يبقى زودنا الايريا. بالظبط. هي كانت سلكه بقوا كذا سلكه فوق بعض. بس. فده بيزود مساحته. بس يبقى التوصيل بارل مشابه لايه؟ لزياده الثيكنس. طيب حاجه ثانيه، طب افرض قال التوصيل ان سيريس انت عملت لنا كده يبقى ده مشابه لزياده اللانس. يبقى دي بتاعه الايه؟ دي بتاعه السيريس كونكشن. حلو قوي. يلا بينا اللي بعده. هنا دكتور بيقول لك لو انا عندي تو ريزيستورز ار اكس وار واي، بس خلي بالك ار واي بثلاثة من ار اكس لحد دلوقتي شبه اللي فاتت كده. بالظبط كده. الفكره ما اتغيرتش. ار كونكتد سيريس برضه متوصله سيريس اند كانت الدنسيتي بتاع اكس نقط الكانت الدنسيتي بتاع واي. ده سؤال سهل قوي. ولو الطالب بالظبط اتلخم في الريليشن عادي يشوف مين قد مين ومين ضعف مين، هنا في كلمه واضحه جدا وسؤال واضح قوي ان هم متصلين ايه؟ كلمه سيريس ايوه كانت عايز مين واعطيني ايه؟ بالظبط كده. فهي في واحده اسمها واي وواحده اسمها اكس، انا مش فارق معايا بقى خالص مين قد مين ومين ضعف مين لان هو بيسالني على الاي. انا كان هيفرق معايا زي سؤال واحد لو كان بيسالني على البي. فبما انهم سيريس فالاي ثابت فيبقى هو هو. يلا بينا. شويه اسئله برضو ايه نتاكد ان الاساسيات مظبوطه عند كل طالب ان شاء الله. The ratio of the equivalent resistance of several identical resistors connected in series.
to their equivalent when connected in parallel. هو قال ان هم identical يعني قد بعض، وهنا في قانون مهم لازم نستخدمه. طالما ساعات لما بيتكنسل طالما عندي طرق ثانيه لازم نستخدم. لازم نستخدم القانون ده بقى. يلا بينا. احنا دلوقتي لما نجيب الار ايكوفالنت، انا عندي فرقتين، انا عندي حته وانا كنت او حته وانا كنت. لو انا حته انا كنت سيريز، ايوه، حته انا كنت ايه بارل. طيب لو انا دلوقتي سيريز فانا عندي الار ايكوفالنت بيساوي واحده منهم تايمز عددهم فعددهم سواء كانت تاني اسمه او كابتن مش فارقه مش فارقه ماشي. والار ايكوفالنت واحدة منهم أيوة. على عددها أيوة. تيجي في الامتحان تنسى آه. هي كانت قال على ان ولا ان على ار آه. وارد تجيب الايه الكوفلنت تاني تتقاس بالايه بالاو وهنا بيتقاس ايه اوم على واحد يعني اوم يبقى شغال صح مزبوط. لو عملتها ان على اوم هيطلع لك اوم وهيطلع لك هنا واحد على اوم شغال غلط ليه بقول ده وانا في امتحان سنه عامه جاي والله بهزر قاعد في امتحان عملتها المدرس ان على ار معنا قاعد في مساله كانت شبه دي آه. وفي امتحان شبه بتاع الدرس واحد وجد والله واحد مش هي ايه على الار ولا ار على بتحصل ما جاتش بس ما حدش بقى يعني ما جاتش في دماغي ان انا اعمل الحركه دي اه عرفتها بعد الامتحان بس خلاص يلا حصل خير. هنا بقى هما في الاول كانوا متوصلين ان سيريس وبعدين متوصلين بار. عايز اعمل ريشيو القانون بتاع ده على ده يعني هو الاول هو حاله ايه قال سيريس صح وبعدين قال حاله ايه بارل. اكتب ايه طب في حاله السيريس دي ان في ار على ايه ان في ار اه وهنا ار على ايه ار على ان. طيب بص بقى معانا الفراكشن تحت اه نعمل ايه تحت نطلع الديمونيتور ده فوق فهتبقى ان سكوير صح كده ايوه في ار على ار ونضيع الار مع الار بس كده يبقى ان باور 2 صح. نقرا الاجابات بقى فاليو اوف ون اوف ذم قيمه حد منهم يعني ار لا لا سكوير الفاليو اوف ون اوف ذم يعني ار باور 2 برضه لا ذير نمبر لا هي ذا سكوير اوف ذير نمبر يبقى ان باور 2 كده اجابه مظبوطه يلا بينا ايه اللي بعده سؤال رقم 5 بيقول معانا 3 ايدنتيكال ريزيستورز وير كونكتد ان سيريز هاف توتال ريزيستنس اوف 4.5 اوم هما 3 عددهم 3 وقد بعض والتوتال ريزيستنس بتاعتهم 4.5 ومتوصلين سيريس اه نقف هنا بقى في معلومه تيجي مهمه هنا عددهم معايا والقيم النهائيه معايا وانت لسه قايل لنا قانون ايه من شويه وهم سيريس خلاص يبقى انا جبت قوت الواحده منهم يبقى الار ايكوفالنت بتساوي ان ار ايوه دي كل ايكوفالنت هنا دي معانا ب 4.5 وعددهم 3 يبقى كده الار بتساوي 4.5 على 3 تمام كده انا عرفت قيمه الواحده فيهم بكام طيب 1.5 1.5 بعد كده بيقول لي if only two of these resistors لا استنى اي ايه only two of these resistors اثنين بس منهم من الثلاثه اللي انت عارف ان الواحده منهم 1.5 تمام يعني كده معانا 1.5 ار كونكتد ان بارلل يبقى انا كده اهو احاول اتاكد كل كلمه دكتور برضه انا شغال خطوه خطوه الطلبه ايه يا ريت السؤال في منتهى الاهميه بس يبقى كده بحط ال 1.5 ايوه 1.5 صح كده مظبوط كده تمام برل مع بعض تطلع الاجابه كام كده شكرا واحده فيهم على عددهم 1.5 على 2 تبقى الاجابه كام 0.75 الله يبقى. يلا بينا ايه اللي بعده في سؤال 6 هنبدا بقى في الايه تركات والحركات آه. على الهادي In the circuit shown in the figure to obtain minimum possible equivalent resistance. عايز اقل مقاومه ممكن يعني انا عايز الار ايكوفالنت تبقى اقل حاجه اقل اه السؤال بقى عمال يلعب معايا طيب معلش اتفضل هيقفل ويفتح اه مين هيتغير الار ايكوفالنت صح ومين يتغير الكرنت كمان بيتغير ماشي ليه اكتر من طريق الحل اه طبعا صح احنا عايزين اقل ار بس فنحاول نبعد عن انهي كونكشن ونحاول نزود البارل تمام كده طيب آه، انت لو قفلت اي سويتش فيهم بس ايه اللي هيحصل طب لو الطالب مش فاهم بقى بس لازم فاهم مش فاهم عايز يجرب كل مره وشوف مين قال يجرب الاجابات بالظبط كده طيب ما فاهم انا بس انا خايف من حاجه هو انا قفله السويتش دي هتادي لايه هوصل ولا هفصل ولا ايه بالظبط يعني هنا دي دلوقتي بالمنظر ده شغاله ولا مش شغاله لا هي كده مش موجود كده طالع سلك مقطوعه فلو قفلت المفتاح هشغلها ايوه يعني كل واحد فيهم لو مفتاحه اتقفل فرقع يشتغل بالظبط كده بالظبط كده مظبوط طيب نعمل ايه بقى هنا؟ طب تعالى نجرب الاجابات. طيب هو عايز اقل ايه؟ اقل ريزيستنس. اقل؟ اقل ريزيستنس. يعني ممكن تبقى بزيرو؟ يا والله لو ينفع يبقى ماشي. ماشي. هنعملها ازاي دي؟ طب ما طب احنا لو قفلنا كي 1 ايه اللي هيحصل؟ فين كي 1 ده بقى؟ كي 1 ده اه اصلا مقفول ولا مفتوح؟ اه مقفول ودلوقتي احنا كده هنقفله. اه كلوز. اه يا رقم. بس كده انت فاتح الباقي كله. اه كده كلهم متوصلين ازاي بقى؟ فين الكرنت هيمشي ازاي كده؟ يعني ارسم لنا الكرنت هيمشي ازاي كده؟ هقفل ده. اه. ده لو اتقفل همشي كده 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 مظبوط اطلع ايوه مش هتوزع بقى انا مش موجود مظبوط همشي كده مش هتوزع ايوه مش هتوزع كده كلهم ايه مع بعض ده كلهم كده سيريز ده كده كلهم سيريز اكبر كده دي اكبر ريزيستنس يبقى هنا كلهم عند 16 ماشي نكتبها جنبها
ادي 16 اوف. طب نقفل كي 3 ونقفل كي 4 هو بيقول كلوز اقفل 3 واقفل 4 يبقى دول مع بعض بارل. أيوة. دول مع بعض بارل واللي يطلع سيريز ماشي. طيب يلا بينا واحد على 10 واحد من 10 بص وانت بتشتغلها نحسبهم يلا بينا ما نحطش الار ماشي يعني بالظبط كده الطالب كنت شغال اعتبرها 0.1 في 10 ايوه على 0.1 زائد 10 تطلع الاجابه 0.09 0.09 طيب هنا نفس الكلام هنا نص في 5 على نص زائد 5 تطلع اجابتها 0.45 بسم الله ما شاء الله نحسب بقى الرقم اللي احنا لسه مطلعينه زائد 0.09 زائد الواحد تطلع اجابتها كلها كام 1.5 يبقى اجابه دي كلها 1.5 ار تمام طيب يلا طيب نقفل 2 و4 قفلنا 2 و4 ايوه 5 في 1 على 5 الواحد 5 على زائد ماشي طيب وده مفتوح يعني هنا معانا مش موجود يعني اللي فوق دي مقطوعه مظبوط كده تمام مش معانا هنا بقى الناحيه دي معانا 5 ار بس 5 ار دي موجوده يبقى كده معانا 5 على 6 خلاص ما بين انها كبيره طبعا زائد 5 زائد 0.09 تطلع اجابتها طبعا رقم كبير 5.9 ار اخر واحده بقى نقفل الثلاثه ايوه انا بقى مش عايز احسبها احنا هنا لو قفلنا الثلاثه فالاجابه هنا هتطلع طبعا الرقم الصغير ده والرقم الصغير ده والرقم الصغير ده دي اقل من اقل من اقل مقاومه بالظبط كده بالظبط كده وكان ممكن من الاول الطالب لو برضو عينه لمحها شايف ان ده هيؤدي الى ان كلهم يتوصلوا بارلل صح فدي تجيب اقل ايكوفلنت ريزيست يبقى دي كده الاجابه المظبوطه استنى يا دكتور السؤال ده حوار محتاجك في معانا كده يلا بينا بيقول لك ويت ذا فولوينج دايجرام كوركتلي ريبريزنتس ذا كونكشن اوف 3 بولز عندي 3 لوب ماشي متوصلين بعض زي ما انت شايف اسلاك دنيا بقى ماشي الشكل بقى دكتور ده ده كده شبه سلك السماعات لما يشبك في بعض ايوه عايز السلك اعمل ايه اقطعه يا مرحبا واحده جديده بالظبط كده لسه حل وربط لا سؤال ده ماشي عايز احول ده ايوه الشكل ده هو جايب لي الاختيارات دي بيقول لي انهي منهم يناسب التوصيله دي وفي اجابه ممكن تبقى في اكتر ايه ممكن تبقى صح يعني بص حضرتك الاجابات هنا اي بس سي و اي اي ودي واف اي وسي واف يعني ممكن يبقى في كذا رسمه صح للسيركت دي خلاص فاحنا بقى هنقعد نتفرج على السيركت وهنقعد نتفرج على الست اجابات دول لحد ما نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط اطلع الكاركتر من البوست خطوه خطوه كده جميل هيجي هنا يلاقي ايه بقى هيتفرع يتفرع لكام والكام ما هي الفكره بقى انت عندك هنا اهو ده موجود مظبوط والطرف الثاني ده متوصل يبقى انت كده البوزيتيف بول متوصل بلمبتين 2 و3 صح تمام يعني احنا لو هنرسم سيركت كده ادي مثلا النيجاتيف ودي البوزيتيف ماشي هيجي البوزيتيف نعمل ايه بقى انت قلت لنا نقسم على كام وعلى كام 1 و1 اللي هم اسمهم كام وكام لمبه 2 ولمبه 3 مش 2 و3 صح كده ماشي كده طيب وبعدين ايه اللي هيحصل بقى اللي راح لثلاثة ده مصيره ايه واللي راح لاثنين ده مصيره ايه اللي راح لثلاثة هيفضل ماشي 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 هيجي هنا بص النقطة دي متوصلة بايه متوصلة بالنيجاتيف يعني معنى ذلك ان ثلاثة ده هيودي على النهاية طب واللي راح لاثنين ده حصل له ايه بقى الكرنت اللي انت رسمته لنا هنا ده هيفضل مكمل لفين لواحد يفضل مكمل 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 يعدي على واحد وبعد كده يوصل النهاية ويطلع فده معناه ان واحد واثنين ايه مع بعض ما انا عايز اقول لك حاجه ايوه ما هو دلوقتي اللي جاي من الاثنين ده هيروح لمين؟ لواحد لواحد صح وبعد كده هيروح لايه؟ للنيجاتيف للنيجاتيف صح يعني متوصل بالبدل مظبوط والحاجه اللي بتوصل بدل اللي انت بتعمل عليها سيري يعني خلص مشاكلك وحطها سيريز مظبوط كده ماشي. يبقى كده اثنين وواحد دول عدى عليهم نفس الامبير يعني اثنين وواحد دول سيريز مع بعض يعني هنحط واحد كمان هنا ودي نقطه النهايه بتاعته اللي هي هيتقابل فيها مين بقى؟ هيتقابل فيها ثلاثه مع اثنين وواحد ويروحوا فين؟ ويرجعوا للنيجاتيف طب معلش اتفضل دي ظاهره على الرسم برضو الحقيقي ولا لا؟ اللي هي انهي رسمه حقيقيه؟ نقطه الثلاثه بيتجمع فيها يعني اللي جاي من واحد واثنين وجاي من ثلاثه هيتجمعوا هنا يروحوا موجود اهي هي ايه النقطه دي؟ ايوه اهو جاي من ثلاثه اهو ايوه تمام واللي جاي من واحد اهو ده مش جاي من واحد جاي من اثنين وواحد ايوه كده مظبوط واحد جنب اثنين مظبوط فجاي من هنا هيتعدوا النقطه دي ويرجع بالظبط كده فاحنا كده القرار ايه ان 1 و2 سيريز بارل مع 3 بالظبط نحدد الاجابات بقى هل دي رسمه صح وهل 1 و2 سيريز بارل مع 3 يبقى دي كده معانا هنا الثلاثه سيريز مع بعض ده ما حصلش هنا 1 و3 بارل لا هو سوري 1 و3 سيريز لا ده مش صح طب هنا بقى البطاريه جوه والكرنت هو طالع هيجي هنا يتقسم على فرعين 1 و2 سيريز و3 بارل معاها مظبوط طب دي 2 و3 سيريز وبارل و1 بس لا برده مش صح
اخر واحده واحد واثنين اه بدل ما يبقى دي كده الاجابه صح. يبقى احنا معانا ثلاث رسومات يعبروا عن السيركت دي اللي هم مين ومين ومين. يبقى اذا الاجابه A C F A ودي واف A ودي واف اللي هي الاجابه بتاعتنا اللي هي هنختار الاجابه C اللي هي A ودي واف. مظبوط كده. يلا بينا سؤال رقم 8 يقول لك ان ذا فولوينج فيجر all resistors have the same value يعني كلهم زي ما انت قلت لنا ب1 مثلا كلهم بار to obtain the maximum possible total resistance عايز اقصى resistance which of the switches should be closed اقفل ايه. طبعا هنا maximum عكس بقى السؤال اللي حليناه من شويه يعني عايزين نحل سيريس ولا بارل عايزين سيريس كونكشن تمام. طيب علما برضو ان انت اي سويتش من دول لو اتقفل دي هتشتغل اتفتح مش هتشتغل خلاص. طيب كي واحد بس لو اتقفل ايه اللي هيحصل؟ كي 1 يبقى دول مع بعض اديني نص ايوه بس بس وده مش ولا واحد شغال يعني دي اجابتها بنص ار. طب كي 1 وكي 2 هيتقفلوا؟ طيب كي 1 وكي 2 اقفل كده اهو يبقى هنا نص نص. طيب اللي هيطلع من هنا أيوة. كي ار 1 ونص يعني هنعدي فوق بس يبقى كده دول بنص زائد ار يبقى 1 ونص ار. طيب هنقفل كي 2 وكي 3 دول مع بعض هيكون معلش بس استنى احنا هنفتح ده لا اه يعني ده كده دلوقتي مش موجود معانا ده كده دلوقتي مش موجود معانا احنا يا دكتور خلاص معايا يمشي كده بقى كده يبقى كده عدينا على ار ثم يبقى برضو 1 ونص هنقفل كي 2 بس يعني كله مفتوح كله مفتوح ما عدا مين ما عدا كي 2 بس هو اللي مقفول. طب ما هو مفتوح يبقى يعدي كده اهو يعدي ازاي ايوه من فوق كده 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 اهو ايوه وده مقفول صح ايوه يبقى يعدي كده كده اهو يبقى كده كام دي كده 2 ار دي هو عايز ايه ماكسيمم ايه اعلى وساعات يقول لك اعلى كارنت هتبقى اقل ريزيستنس احنا هنا عايز ماكسيمم ريزيستنس مركزين يبقى الاجابه هنا 2 ار مظبوط. يلا بينا في سؤال 9 بيقول ايه بقى ابدا دخل بقى يلا بينا الفيجر اللي قدامك ده فيه ريزيستنس الريوستات ب 16 اوم الريوستات فين يا باشا الريوستات اهو واحنا عملنا سؤالين محترمين جدا على الريوستات في المره اللي فاتت 4 5 الريوستات كله 16 اوم تمام السلايدر از اكزاكتلي في الميدل يعني بالظبط في النص يعني 8 هنا و8 بره مظبوط جوه و8 بره مظبوط كده يبقى الايكوفالنت ريزيستنس ما بين A و B بكام يعني ادخل من A اخرج من B الله يلا بينا الله معلش هنعمل دروينج من ايه يلا بينا اللي انت عايزه قول لي يا دكتور كده اهو دي كده شيء 3 صح ماشي ده هنيجي هنا 8 فوق مظبوط 8 تحت ايوه كلها هيطلع بالثاني عارف الناس كلها بتعمل ايه بتنسى الثمانية اللي بره دي بتحس ان عدى عليها سنه بره الرسمه لا باشا ما هو البوينت اللي طبيعي شايف مكانها فين؟ عارف انت اللي نعمل كده لكن مكانها هنا بالظبط كده كانت هي كده بره الرسمه خالص خلاص هي مثلا بره دي قوي انما هنا الكرنت هيدخل يتقسم ويتجمع هنا ويعدي عليها يلا دي الحل ازاي بقى؟ خلاص دول اتبرم مع بعض باربعه ايوه وتعني 8 سيريس والاربعه يبقى 20 بس 16 اربعه طلع كلها ايه؟ ب 20 اوم اللي هي الاجابه سي يلا بينا كده كده ب 10 ذا فولوينج فيجر ايكوفالنت ريزيستنس اوف تو ريزيستورز وين خلي بالك هو عايز يبقى الدرس بتاع مين الدرس الزول بالظبط كده ايه خلي بالك هو بيقول لك ايه دي ايكوفالنت ريزيستنس يبقى لما افتح واقفل يبقى قيمهم كام ماشي يلا بينا يلا بينا الكي دلوقتي مفتوح صح نقفل الكي اقفل الكي نقفل الكي اول حاجه طيب لما الكي ده يتقفل أيوة. مع بعض البرر يبقى 10 يبقى 10 يبقى الاجابه يا بي يا سي بس خلص. طب نوبن الكي اوبن الكي في حاجه الريزيستنس كام مفيش كارنت يعني كارنت بكام الكارنت بزيرو يبقى الريزيستنس انفينيتي يعني ايه الريزيستنس مقاومه ايه كده يعني هنقولها بطريقتين طريقه الماس وطريقه الدوني يلا بينا طيب طريقه الدوني طريقه الماس الاول ان ما بين الار والاي انفيرسبل بورشن صح كده طيب وحاجه كمان طالما الاي وصل لزيرو يبقى الار بانفينيتي واحد على زيرو يعني انفينيتي مظبوط كده يبقى الار انفينيتي ماشي كده طيب في الدنيا حقيقه بقى ليه بقى ايه حوار الانفينيتي ده السلك انت فتحته الالكترونات ده فيها هواء مظبوط الهواء دي فيها مولكيولز مظبوط صح مظبوط الجزيئات الهواء دي تمنع الالكترون عايز ينط من هنا لا تمنع انه ينط ليه فبنعتبر ان مقاومه الهواء دي مقاومه كبيره قوي عاليه جدا تختار الانفينيتي مظبوط طب ايه دليلك ان ما بيقدرش الالكترون يخترقها مظبوط فبالتالي طالما الالكترون ما قدرش يخترقها حصل له اعاقه صح طب الاعاقه دي يعني ايه يعني اذا ان الار دي طب. يبقى احنا جابتنا معانا انفينيتي حتى الان وكده خلاص احنا اخترنا ان مفيش انفينيتي تاني وهن اوبن الكي برضه ان هو يطلع الاي بقى هو هنا بيسالني عن الاي هو هنا بيسالك على الـ بيسالك عن الاي وهنا بيسالك عن الاي مظبوط تمام يبقى هنا السؤال ده على الاي فالاي ده هيبقى بزيرو يبقى كده الاجابه هي بي مظبوط يلا بينا فسؤال 11 بيقول لي في الجيفن دياجرام البوينت اي وبي ار كونكتد ان ان الكتريك سيركت فكانت الايكوفالنت ريزيستنس 9 سؤال مركب مهم جدا
يعني دلوقتي لما دخلت الكهرباء من A وخرجتها من B كانت الايكوفلنت ريزيستنس بتسحب. ده معلومة هنستفيد منها شيء. ثم لو البوينت B و C are connected يا ترى الايكوفلنت هيبقى بكام؟ طب نسمي الحل بقى. يلا بينا. بص نقط الاسئله دي هنجيبها لما تشوفها. طلعوا ارضوا كده هو هتيجي 9 عشان دي الكومنت الاول بالظبط كده، وبعد كده حل الحاله الجديده. طيب هنا الوضع ده هنحل ازاي بقى؟ نقرر في احنا هنحسبها كده جدا. مظبوط. عشان هتعمل فيها اكتر من خطوه. صح. يلا بينا نشتغل سيرف سوبر العادي. يلا بينا. الكلام ده كله 9 الكرافت ايجن اللي هي النقطه تتقسم لنوعين. أيوة. ماشي. هنا هو اللي ماشي هنا يعني معاي. يعني دي مش جونكشن. ما عشان دي بتعبنا يعني سلكه متنيه بس. خلاص سلكه متنيه زاويه بالظبط كده. يلا. يبقى فوق كام ار؟ 3 وتحت كام ار؟ 3. يبقى 1.5 ار بيساوي 9. حلو. يبقى كده الار بكام؟ يلا بينا هقعد اقسم على 1.5 9 على 1.5 كام؟ 6 اوم. بس ده كده الواحده فيهم. بس خلي بالك بقى من حاجه والنبي. لا ما عشتش احط 6 بقى. يبقى الار ب 6. اجي هنا 6. ايوه. هنا 3 في 6 18. هنا 12. يلا بينا. يلا قالك بعد كده عايز مين؟ اعمل ايه بقى؟ لازم بقى امسح المدخل والمخرج بتوعي دول. ايوه خلاص ما هغير بقى. هدخل من بي واخرج من سي. ابقى ساكت بقى. ماشي ماشي. يلا يبقى لو دخلت من بي. دخلت من بي. ايوه ايوه. وخرجت من سي. عينينا يلا بينا. يعني البطاريه ناحيتك كده بالظبط كده. الله ينور. يلا ادخل هنا. هنا هنا ايه؟ هنوزع. يلا يمين وشمال. ماشي هنا هو اللي مشى. يبقى دي كده كلها 4 ار. حلو. ما 4 ار ماشي اللي هي 24. اللي هي 6 و18. هي مظبوط. كل كروت صح كده. برل مع مين؟ برل مع ال 12. يلا يبقى اذا 12 في 24 على 12 زائد 24 تطلع كام بقى دي؟ ايا كان بقى 12 في 24 على 12 زائد 24 تطلع اجابه 8 اوم. يلا يبقى اجابتنا هي الاجابه B. السؤال اللي بعده رقم 12 بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الايكوفلنت ريزيستنس بتاعت الشكل ده هتبقى بكام؟ هنا بقى السؤال ده انا بصراحه ما بحبوش، وموجود السلك الفاضي جوه الرسمه بيبقى مزعج، وللاسف الكتب الخارجيه فيها افكار بالهبل فيها اسلاك فاضيه جوه الرسمه. طب هنتصرف ازاي بقى مع السؤال ده؟ في طريقتين. في طريقه البوينتنج بتاعه وفي طريقه السيرفس بريلاكت. مظبوط. اي مقاومتين ما بينهم سلك فاضي بقى لا. مظبوط. وابدا اكشكشه معايا. الطريقتين حسب الطالب ما متعود عليا، يعني مش هنضيق حاجه واسعه. مظبوط. الموضوع فيه سعه. طب احنا هنا لو عايزين نمرن الطالب على البوينتنج ميثود عشان في اسئله كتير هتبقى جاينا هتبقى فيها تعقيدات شويه. هنعملها ازاي؟ ماشي. هنمرنه من باب التمرين. مش من باب هي اساسي. مظبوط. يعني وللامانه العلميه فوق 90% من الاسئله اللي بتيجي مش بتبقى محتاج كل ده. مظبوط. بس احنا برضه واقفين على 10% الاخيره. صح. ممكن. صح كده. طالما ممكن يبقى لازم انت تتامل. بالظبط كده. تجيب ما يجيبش مش بتاعتي. مظبوط. طيب لو داخل مثلا كانت منين؟ ماشي. صح؟ احنا اول حاجه بنعملها عشان نبقى الطالب فاهم ان نيجي عند الجنكشن نعمل عليها بس نعلم الجنكشن الموجود. ماشي. دي واحد هو قال لنا لو داخل من هنا عادي. ماشي. اثنين. ثلاثة أربعة. يعني الدخول من هنا أو من هنا مش فارقة، طيب أهم حاجة إن ده المدخل والمخرج. تمام. طيب براحتي كده واحدة، بس أنا حصلت إن ده ماشي معلومة بس السلك الفاضي في الأول يبقى جميل جميل أوي. إنما لو هنا مش فارقة. حلو. طيب براحتي واحدة، هدي أرقام أو حروف أو رموز أي كان واحد A B واحد. تمام. اشتغل واحد. يلا بينا. طيب بس أنا في حاجة، عندي طريقين، طريق كده وطريق كده. الأولوية للسلك الفاضي. الأولوية للسلك الفاضي. بالظبط كده. لما أمشي كده. أسمي دي كام بقى؟ في مقاومة هنا. ما حصلش حاجة. يبقى النقطة دي. أيوه. في الفولت ده النقطة دي؟ يعني قصدك ان واحد ده كناية عن الفولت. ايوه ماشي مظبوط. يعني جهد النقطة دي بواحد يبقى جهد النقطة دي برضه بواحد. ليه؟ اسم واحد. امتى يحصل ده؟ لو في مقاومة بقى اتغيرت. خلاص الفولت هيتغير. بالظبط كده. لازم يتغير. ماشي انا دلوقتي واقف فوق. ماشي اعمل ايه بقى وانا واقف فوق؟ معايا طريقين. يا اما كده او كده. اجي اسمي دي اتنين. أيوة. او اسمي دي اتنين. اسمي مين اتنين فيهم بقى؟ والله يا دكتور يعني ينفع كده وينفع كده حسب الطريقة. ماشي. لو في الاخر الترتيب بتاعك هيبقى 1 2 3 ايوه يبقى الاخير خليه الاخير. يعني لازم اكبر رقم في النهايه. ايوه بالظبط كده. مش كده هو مش فاهم في نص 1 3 يعني. جميل قوي. يلا بينا. يبقى احنا نسمي مين بقى؟ لا انا بحب الطريقه دي اللي هو 1 2 3. بالظبط كده. ماشي صح كده. يبقى اذا هنا يبقى ده هنا 2. ماشي صح كده. وبعدين هنا في المقاومه. ايوه بس معلش احنا لسه محتاجين ده 2 بقى علشان هنا سلك فيه مقاومه. مظبوط غيرنا الرقم. واحد تاني يقول لي بس انا مش كده. هقول له ايه هي يا ابني؟ انت لو مشيت هنا بعد الوحده هيبقى اثنين. لو مشيت هنا بعد الوحده هيبقى اثنين برضه. تمام. هنا في سلك مقاومه يبقى انت ايه؟ ثلاثه. عشان نتاكد ان احنا صح لازم اصغر رقم يبقى في البدايه اكبر رقم في النهايه. ونرص المقاومات بقى بين واحد واثنين وثلاثه. ما بين واحد واثنين. يلا بينا واحد واثنين معاك سته وثلاثه. معايا سته ومعايا كام؟ واشطب عليهم خلاص انا خلصتهم. خلاص ماشي يلا. ماشي بعد كده ما بين واحد وثلاثه معانا 12 واثنين وثلاثه معانا 10. طب ثلاثة معانا 10 ماشي وبين 1 و 3 معانا 12 بقت هبله قوي. نحل بقى على كده دخولك من 1 خروجك من 3 دول كام؟ دول ب 2 ضربهم على جمعهم ب 2
زائد 10 يبقى 12. 12 بدل مع 12 يبقى 6. 12 بدل مع 12 يبقى الاجابه ب 6 اهو. يلا بينا. ايه اللي بعده؟ طيب المشاكل لحد كده؟ لا تمام. لا معلش كده دكتور، مفيش مشكله من غير بوينتنج مس. يلا اتفضل. عارفه مين هي؟ ماشي ماشي. الكارت هتوزع يمين وشمال، خش اي 1 خش اي 2. حلو قوي. خلاص فاي سايد الاثنين دول بارد بس ما ينفعش عشان ما لهمش نفس النقطه. ما فهمش اليوم ما هو اي سكين بيتوزعوا نقطه يجمعوا في نفس النقطه، يعني جمعوا مع اتوزعوا بس ما يجمعوش في نقطه. مظبوط. ده هنا وده هنا. ماشي. يبقى ما ينفعش، همشي انا مكمل. خلاص ايه النقطة، ايه الفكرة افكر فيها؟ ده السلك ده والسلك ده ما بينهم سلك فاضي. خدهم مع بعض بقى كشكشهم. بس هكشكشهم ازاي؟ بص بص النقطة دي والنقطة دي صح؟ شبه الكبسولة ضمها عليها. طب ضمتها عليها بقت 6 3 بكام؟ ب 2. ب 2 صح كده. بص عيد الرسمة تاني. بص كده بص عاملة كده ب 2. ايوه. ودي 10 اهي، ما عادش اي حاجة جديدة. وهنا ايه؟ هنا 12 اهي. وعادي ده نفس السلك مش نقطة يعني، فعادي نفس الشيء. هنا يتوزع كده يمين وشمال، اللي ماشي هنا واللي ماشي هنا، دي كده كام؟ 12. و 12 بيرن يديني برضه 6. مظبوط. بس ايه تمام، ما احنا هنعمل كده على طول. يلا بينا، سؤال رقم 13. فور الكتريكال ريزيستور 4 تمام؟ مالهم دول كونكتنج شون فيهم؟ بوصلين زي ما انت شايف كده. الاسئله دي بتيجي في الامتحان جدا جدا جدا. دي اساس. مظبوط. دي اوميتر انديكيتس الاوميتر بقى ده حاجه كده بتقيس الريزيستنس. سيم ريدنج وين اخدها شفر 2 كونكتد بتوين. فبيقول لي هنا ايه بقى؟ حته معلش هنا دي اهم حاجه. ايه انه نقطتين دي نفس الريدنج؟ نفس الريدنج الاوم ميتر يعني نفس الار. نفس الار. طيب بص يعني هنجرب. بالظبط لازم نجرب الاجابات. ثلاث ده كام سؤال؟ اربعه. ثمانية يا سر. عشان انت في كل اجابه معاك ناحيتين. بوينت بي وسي او دي وبي، انت عايز ده وده يطلع نفس الاجابه، فهتحل ده وهتحل ده. فانت ممكن تعمل حاجه ثانيه. انك انت تشتغل تواصل انت مع حالك وتشوف الاثنين اللي عقلهم وبعد كده تقارنهم. ده بالظبط. تاخدهم احنا هنا معانا كام طريقه؟ ممكن نوصل بكام طريقه؟ ما احنا يعني اكتر من طريقه صراحه. يعني ممكن نوصل مثلا الاثنين بس الافضل خد الزوايا. يعني خد كده الاول وجرب كده وجرب كده. مش هيطلعوا زي بعض ولا لا. يعني مثلا لو خدت الاثنين دول، يعني ايه خدت الاثنين دول؟ يعني جيت من هنا كده. ايوه. حطيت بقى كده. ماشي. يلا بينا. فالكارت لما جه من هنا هيتوزع يمين وشمال. ماشي. صح؟ اللي ماشي في الاوبن 5 هو اللي ماشي في دول 2 ونص. طيب واللي ماشي هنا؟ 1 ونص. ما ينفعش. بس استنى ما انا ما اقدرش اقول ما انا استنى عشان لسه هنحسبها. هنحسبهم زي بعض. بالظبط كده. طيب. يبقى 2 ونص في 1 ونص على 2 ونص زائد 1 ونص. مظبوط كده؟ مظبوط. تطلع الاجابه دي ب 0.9. دي اجابه مين بقى؟ ده اجابه بي ودي. بي ودي. اللي هي دي. اجابتها 0.9375. هل موجوده ثانيه؟ ودي كمان 0.9375. كده احنا جاوبنا جزء من الاسئله. هات لنا بقى كونكشن تاني. يلا بينا. ده اللي هو 0.935. ماشي. 75 ودي كذلك 0.9375. ماشي. طب احنا بعد ده نوصل منين اهو؟ ايه مع سي؟ طيب يلا خدت الزاويه يعني يفضل صراحه يفضل يعني هو كده كده احنا 8 هنحل كله غصب عننا للاسف. ليه مش كده؟ ماشي. فاللي ماشي هنا 1.5. 1.5. واللي ماشي 2.5. ايه ده؟ هي دي مين بقى دي؟ دي هي ايه مع سي؟ ايه مع سي؟ نخلصنا كده خلاص؟ خلصنا كده خلاص. يبقى ايه مع سي نفس الحوار 0.9375. طب واحد يقول لي طب انا ما جربتش الزوايا، عادي بقى انت وحظك. يعني يا اما هتجرب الاجابه دي ثم دي ثم دي ثم دي ثم دي. انت بالزوايا جت ما جتش يا اما تدخل من ناحيه تخرج من ناحيه ثانيه. بس انت بالزوايا مش مشكله؟ بالظبط. يبقى اجابتنا هنا الاجابه سي اللي هي بوينت اي وسي مع بي ودي. سؤال رقم 14. نفس الفكره بالظبط. هنا بيقول لك a copper wire of uniform cross section is formed into a rectangle xy ky xm its length twice its width to obtain maximum electric resistance. عايز اعلى resistance. يا ترى نوصل البطاريه فين؟ طب اول حاجه نكتب الار الاول. مفيش ار وفي لينس. طب ما احنا كلهم بقى لك كروس سكشن ايه يبقى اذا ده عليه هو الار. بالظبط. يبقى ريشيو لينس نفس ريشيو الايه. فقال لك ايه؟ واحد منهم ده في الثاني او اللينس دبل الويتس. يبقى واحده ورا اثنين ار. بالظبط. مين الار الصغير؟ الصغير ار. يلا بينا. يبقى الصغير يبقى دوت هنا ار عندنا اهو يبقى ده اثنين ار. ايوه. واللي في وشه برضه ايه؟ اثنين ار. وده الناحيه الثانيه برضه ايه؟ بار. حلو قوي. اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعلى ريزيستنس عندي. ابدا بالزوايا. نبدا بالزوايا. ما هو كده كده احنا بس اعلى ريزيستنس هتشتغل لا يعني انت هتشتغل كله. بالظبط كده. يلا نشتغل كله. من ام لكي ادخل من ام واخرج من كي. ادي ام اهو. ايوه.
وادي كي دخولك من اي واحد فيهم وخروج من اي واحد فيهم. دخلت من كي اهو. هنيجي في النقطه نتوزع. اه هنتوزع ايوه. مش 2 و1 ايوه ولسه كمان لسه هو كام عشان ده مش طالع. يبقى كده كام ار كده؟ ادي 4 ادي 5 5 ار بس مع مين؟ مع ار واحد. يبقى لازم تطلع اقل من اقل من اقل. فالاجابه هنا يعني من غير ما نحسبها هي ليس ذان 1 هي ليس ذان ار لان الكرنت هنا هتقسم على فرعين 5 ار و ار فالاجابه اقل من ار. ومن اكس وواي نفس الكلام. ومن اكس الواي للاجابه سي نفس الكلام لان انت الاوبوزيت ليها الاوبوزيت ليها تمام كده فبرضه دي كمان برضه هتبقى ايه ليس ذان 1. طب شفت لنا كده كي مع واي بقى نمسح دول نمسح الكونكشن ده ونشوف كده لو دخلنا من كي خرجنا من واي ده هيعمل ايه بقى. ماشي يلا بينا. دخلت من كي ايوه وخرجت من واي اهو. طب لما نخش من كي هنا هنقف هنا نتوزع هنتوزع يمين وشمال على يمين ده 2 ار بس بس تحت بقى كام؟ 3 3 3 مع 2 لا لسه في واحده كمان في واحده كمان يبقى 4 يبقى كده 4 و2 بس 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 الاربعه دي تسمع بعض والاثنين دي تبرر مظبوط كده يبقى 4 في 2 على 4 زائد 2 على 4 زائد 2 تطلع اجابتهم كام دول؟ اجابتهم 4 على 3 يعني 1.3 مش 4 على 3 ده كده مين مع مين؟ ده كده كي مع واي. اخر واحده بقى كي مع اكس. كي مع اكس اهو يلا بينا نخش هنا 2 ار وار يعني 3 ار اه وار 3 ار بيديني 1.5 يبقى واحده فيهم على عددهم يبقى الاجابه 1.5 ار طبعا دي كده اكبر واحده فيهم كلهم. سؤال رقم 15 بيقول لك معانا 3 كوندكتورز واي اكس زد ميد اوف سيم ماتيريال ار كونكتد اس شون ان ذا فيجر لو ريزيستنس اكس بار دي معلومه مهمه لان هو مديني ده بال وده بايه وده كده هو سماه ار. بعد كده بيقول لي اكوردنج للداتا بروفايدد على الدياجرام اللينس والاريا هات لي التوتال ريزيستنس بكام. اه ليه بقى كده؟ صح صح على طول بقى طالب دلوقتي من حقنا نعدل المستوى اسرع شويه بقى. اه من حقنا اللينس دبل مش الاريا ثابته. ايوه اللينس دي بقى القوه دي يبقى كانت ار تبقى 2 ار. طب اللي بعديها الاريا انفيرس الاريا زادت دبل يبقى الاريا. انت قصدك ان ده بايه ده ب 2 ايه صح؟ فلما الاريا زادت دبل الريزستنس تبقى النص. حلو قوي كله سيريس مع بعض بس خلاص يبقى الاجابه 3.5 ار اللي هي الاجابه سي. السؤال رقم 16 بيقول لي في الاوبزيت سيركت البوتنشال ديفرنس ات بوينت اكس از ايكوال تو بوتنشال ديفرنس ات بوينت واي. يعني جهد النقطتين متساوي. يعني هنا مثلا لو معاك في فهنا في برضه في مفيش بوتنشال ديفرنس. ليه مفيش؟ ما هو اللي قال كده ده جيفن. هو قال لي مفيش بوتنشال ديفرنس. هو بس هو دكتور احنا ما قلناش كده بسرعه. يعني لان انا عايز اقول لك حاجه يعني الفي اكس هو الفي واي هو الفي واي يعني قد بعض يعني الدلتا دي مالها كام؟ بزيرو. بزيرو اللي هي في اكس ماينس مين؟ في واي. الفي واي صح كده؟ طيب لو جيت قلت لك دلوقتي حطيت لك هنا امينر يعني اظن درست مش امكانيه معلش بس انا خليت الجلاله حطينا امتر. امتر ده يقرا كام؟ ده كده امتر ده متوصل ايه سيريس ولا بارل ده؟ ما هو كده ايه ده كده الدايمتر متوصل بارلل من النقطه للنقطه. اه يعني ده كده اكنه ده سلك فاضي فالكرنت كله يعدي فيه. مش هيبقى فيه كرنت بقى. طب احنا بقى ايه الاي ار 1 كوميت هتبقى كام اللي تخلي البوتنشال ديفرنس كده بزيرو؟ اه ده السؤال ده. اه اميتر هنتضرر في المره الجايه بس هو كده هيبقى بزيرو بالظبط كده مفيش طيار هيعدي بالظبط كده الاميتر ده قريب هتبقى زيرو. ماشي احنا بقى عايزين نعرف قيمه الريزيستنس دي كام؟ طيب اللي يخلي البوتنشال ديفرنس بزيرو. طب بص الاجابات هو لو الريزيستنس ليها اي قيمه ايه اللي يخلي فرق الجهد بزيرو؟ هيبقى في بوتنشال ديفرنس عادي صح كده؟ انما لو الريزيستنس بزيرو ده معناه ايه بقى؟ لو الريزيستنس بزيرو ده معناه ان ده سلك فاضي صح؟ يسحب. هو احنا لو معانا اصلا الرسمه جايه لنا كده سلك فاضي والريزيستنس وهكذا هو التيار لو داخل من هنا هيجي هنا يحصل له ايه؟ ما يتقسمش هيمشي كله في السلك الفاضي مظبوط. ايه بقى السبب ان السلك الفاضي بيخلي جهد النقطه دي هو نفس جهد النقطه دي صح. هو جايبها لي بالعكس بيقول ان الجهد هنا وهنا متساوي فده معناه ان السلك ده اكيد فاضي والمقاومه بتاعت ار 1 بكام؟ صح بزيرو مظبوط كده؟ يلا بينا. سؤال 17 It was found that when the switch key is closed the equivalent resistance is halved. الكلمه اللي بتكتب كده دي ريشيو بالكتابه لازم احنا نترجمها للمعادله. ال equivalent resistance is halved لما السويتش اتقفل. ايوه يبقى ال E الار equivalent closed ايوه مالها بتساوي هاف الار لما كانت اوبن دي خلصت كده بالظبط كده. هو قال لي الار لما قفلت قلت النص يبقى الار وانا قافل نص وانا فاتح ماشي يبقى وانا قافل الار بكام؟ هجيب مره يلا بينا وانا قافل بقى الار بكام؟ اه 2 ار مع 2 ار
يعني 24 و2 ار 2 ار و2 ار ممكن تاخدهم مع بعض يديك 2 على 3 ار. يبقى كده 2 على 3 ار مع 24 بدل ما بقى صح؟ يعني ضربوهم على جمعهم. يعني في 24 على 2 على 3 ار زائد 24 زائد 24 ده في حاله كلوز. ده انا كلوز كل ده بيساوي نص وانا فاتح. طب وانت فاتح ايه الدنيا بقى؟ فاتح 2 ار في ده مظبوط بقى يبقى اقول 2 في 24 ايوه على 2 بلس 24 16 2 ار 2 ار ايوه بس مش هينفع كده بقى 16 وفوق برضو 2 ار برضو تمام يعني كده معايا ار انون يمين وار انون شمال. هنا بقى السؤال زي ده انا بفضل فيه حاجه من اتنين، يا اما نجرب الاجابات يعني نعوض هنا مثلا بستة وهنا بستة لازم تطلع دي ودي قد بعض، يا اما الطالب يحلها شيفت سولف على طول على الكالكوليتر. احنا مش بنحب شيفت سولف فيخليها لا شيفت سولف احنا مش بنحبه يعني احنا مش عايزين الطالب يتعود عليه في السهل كده وخلاص بس بالظبط كده. سؤال معاك في معادله ومعاك مجهول واحد بس فده نقدر نحله بشيفت سولف على طول مظبوط. طيب لما نيجي نعوض دكتور هتطلع لنا الناتج 12 هنعوض دكتور 12 اوم سواء بشيفت سولف او بتجربه الاجابه بس بالظبط. يلا اللي بعده السؤال اللي بعده رقم 18 هنا بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لك the equivalent resistance of the group of resistors connected between y and x equal كام؟ عايز equivalent resistance. طيب ان شاء الله ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. طيب y و x ايوه يبقى نيجي هنا اهو حاطط ديت كده تمام. هاجي هنا بقى هاجي عند النقطه دي يحصل له distribution جزء مش كده ومش كده حلو. صح ده وده سيريز مظبوط برر مع مين؟ يبقى كده 12 و6 ضربهم على جمعهم يديني 12 فين؟ ده واحد معلش ده 3 3 ونسي 2 مظبوط صح. يبقى اذا هنا ايه؟ يبقى انا اعطاني واحده 2 او صح؟ كمل الناحيه الثانيه يلا بينا نفس الكلام اتوزع كده وكده اللي ماشي في 3 هو اللي ماشي فين؟ 5 5 8 8 بدل مع 8 ايوه يبقى كده كلهم 4 4 4 و 2 فين الاثنين دي؟ ما احنا جايبين اثنين هنا اهو ماشي يبقى كده كله 6 او الله ينور يبقى الفاينل انسر كلها ب 6 او الله ينور بسم الله. سؤال 19 حلو المثلثات دي يا دكتور بيقول لي برضو هنا عايز الكرنت فلوينج ثرو ات ويل بي ماكسيمم فاليو عايزين اعلى كرنت. طيب انا عايز دلوقتي اعلى ار يبقى اقل ار ماشي خلاص كده تمام. طب اقل ار هوصل فين؟ انا عايز برضو بقى هجرب يلا بينا. طب هاخد الاجابات بتاعتي احطها اشتغل عليها ماشي سي وبي سي وبي اجي عند سي انت يا بي انت يا سي حط الكرنت يلا اشتغل يطلع من هنا دكتور ويحصل ايه؟ يتوزع يمين وشمال ها دول يا دكتور واحد واحد يجي نص نص بارلل حلو تمام. يبقى انا عندي واحده هنا تحت بنص وفوق كام بقى؟ يلا بينا ما هو انا ماشي كده بص كده يا دكتور لحد الاخر كده خلاص ما كده خلاص البرانش ده انتهى ملوش معايا حاجه القصه هنا بقى اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا يبقى دول كام؟ ثلاثة يبقى كده معايا ثلاثة وهاف من هنا بالطريقه بتاعتك حلوه يا دكتور انت بتقول لي لسه النص هي اجابه اصغر من نص طب خلاص يبقى كل حاجه حلوه دي اصغر من نص ماشي مع ان دي بتاعت الفائقين يعني اللي مش كله بيفهمها كده لسه ممكن برضه كذا اجابه تطلع اصغر من النص فهنضطر نحسبها بس كده هنشوف ماشي. ماشي طب ما بين A و C بقى يلا بينا دكتور لو دخلنا من A وخرجنا من C ماشي ادي لها برضه كده ايه ادي لي بقى كله مسحه بقى كده ولا حاجه برضه عشان مسحه كلها مره واحده يدي له مساحه انا لسه النص مش كمان مش مهم يلا بينا ندخل من A نخرج من C يلا بينا لو دخلنا من A دخلنا من A من A ايه وخرجنا من C C هنلاقي نقطه التوزيع هنوزع على الفرعين وزع يجي هنا يلا يمشي هنا ومشي هنا ايوه ثاني اللي هيمشي هنا كله كام ايوه هي دي الاكتر اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا زائد نص ايوه ده نص خلاص 2 ونص برل مع الواحد برل مع الواحد ماشي يبقى جابتنا بكام اقل من واحد اقل من واحد يبقى ده اقل من واحد وده اقل من كام اقل من نص يلا ذا لاست وان ايه وبي بقى اخر حاجه اهو ماشي لو دخلنا من ايه وخرجنا من بي حلوه المسحه دي يا دكتور على من دي ايوه خلاص لو دخلنا من A وخرجنا من B هندخل نتوزع على برضه فرعين يلا بينا اهو امشي كده يجي الكرات تاني يتوزع يمين وشمال أيوة. اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا يبقى ده كده كام؟ واحد ونص كلها واحد ونص. الفرع كله برر مع الاثنين يبقى ميزان الواحد ونص يبقى الاجابه ميزان واحد ونص احنا كنا عايزين اعلى عايزين اعلى كرنت يبقى اقل ريزست يلا بينا يبقى اقل يبقى اجابتنا هي اول اجابه بس برضه عشان برضه ايه نبقى دقيقين ما اقل من واحد واقل من نص ما اعرفش يطلع كام فاهم ازاي؟ فبرضه عايزين الطالب يبقى يحسبها احسن. لان بس انا ماشي ايه وجهه نظرك؟ ما هي بتبقى اصغر من اصغر مقاومه مش بتبقى يعني مش بتبقى مثلا ماشي انا بس عشان اوصل بقول لي ما اصغر من واحد واصغر من نص ما اعرفش كام ماشي تمام كده فيبقى يحسبها برضه عشان ايه؟ يبقى ماشي. تمام كده؟ ماشي. يلا بينا ماشي صح اللي بعده سؤال رقم 20 يلا بينا
في سؤال 20 عايز equivalent resistance ما بين X و Y. هنا السؤال برضو حاجات basics عادية. هندخل من X هنيجي في النقطة دي نتوزع الفرعين. يلا وزع. فرع كله فوق 10 وتحت 10. ادي 5. بارل مع بعض بخمسة. خمسة. كله سيريس. سيريس مع 8 سيريس مع 7 يبقى 7 و 5 و 8 كلها كام؟ كلها بقى 20. الله ينور. بعد كده سؤال 21. في الشكل ده عايز equivalent resistance ما بين X و Y. برضو هنا نفس الفكرة. سؤال نموذجي عادي خالص. حلو بس بص يا دكتور برضو عشان ما دي مثل تيجي في الامتحان برضو. بالزبط. يعني برضو عشان ايه؟ الطالب يفتح امتحانات قديمة ويشوف. لا ما هيحلها معانا. احنا هنحلها معها بإذن الله. لا فراشة بقى ولا خروف العيد ولا عجلة ولا توك توك قلبي ولا الحاجات دي كلها. مظبوط. ده اللي بيجي في الامتحان. ماشي؟ يلا يبقى الكارت هنا يتقسم يمين وشمال. أيوة. يجي هنا تاني يتقسم يمين وشمال. ببدا من الاخر للاول من 2 و 3 سيريس مع بعض 5. 5 برل مع ال 20 اللي هيطلع سيريس مع ال 8 برل مع عشان الطالب بس يشوف كويس. اقعدوا كده سيريس صح؟ صح. برل مع دي. طالما عملنا خطوتين نرسم رسمه اصغر شويه. يا ريت. يعني هتبقى ال 8 موجوده والمحصله اللي احنا جمعناها من هنا صح. موجوده وال 6 موجوده صح كده؟ صح. ودخولنا من هنا وخروجنا من هنا. صح. فكده هتخلي ال 8 يقوم بارلل سيريس مع اللي انت جبته من هنا. حصل. صح. اللي احنا جبناه هيبقى كام بقى ده؟ 5 في 20 ب 100 على 5 في 4. كام كده؟ 4. يبقى 4. يبقى ده كله 4 و 12 ودي 6 و صح؟ كانت هي يعني على 8 وال 4 سيريس مع بعض. كل دول هيبقوا بارلل مع 6 يبقى 12 و 6 يطلع الاجابه في الاخر ده 4. طيب.